يسأل ويقول: إذا أردت خطبة فتاة تبلغ من العمر 16 عاما وهي تصلي وتصوم وأخلاقها طيبة، ولكنها غير ملتزمة بالحجاب الشرعي، ووالدها كثيرا ما يغتاب الناس ويتكلم في أعراضهم، هل يجوز لي الزواج منها؟ إذا كنت تطمع في أن تعلمها الحجاب وتلزمها به وهي تنقاد لهذا، فلا بأس أن تتزوج به. أما إذا كنت ترى أنها لا تقبل وأنها ثابت هذا الشيء، فإنه لا يجوز لكم تتزوج بها وهي غير محجبة. أما قضية أن والدها يغتاب الناس، فهذه معصية كبيرة من كبائر الذنوب، والواجب مناصحته عن ذلك، لعل الله أن يرزقه التوبة من هذا. لكن لا يمنع هذا أن تتزوج من بنته إذا كانت صالحة في دينها وفي نفسها، ليس فيها ما يمنع من الزواج بها، لكن على شرط أنها تقبل النصيحة وتقبل التوجيه. أما إذا علمت أنها لا تقبل النصيحة ولا تقبل التوجيه وأنها ستستمر على ترك الحجاب، فلا يجوز لك أن تتزوجها. جزاكم الله خيرا.